تعرف واحد اسمه راضي السيد دكرور؟ ايوه يا فندم، كان موكل عندي وسبت القضية بتاعته لظروف خاصة. راضي ده اتنفس فيه حكم اعدام امبارح. واحنا عايزين نعرف، وكان سايب معاك اي اوراق او اي مستندات؟ الحقيقة يا فندم، هو كان سايب عندي مستندات بس ليها حساسية معينة. طيب احنا عايزين نطلع عليها. حاضر يا فندم، ساعة وتكون عند سعادتك. لا، سعادتك انت اللي هتقابل النائب العام بيها.